ايفون 12 وايفون 12 برو. الجهازين الجداد من شركة أبل، وخليني أقول لكم تفاصيل عن نفس هذه الأجهزة. الحين أول شيء أكيد التصميم هو الأمر الأساسي. عرفنا أن الحواف جاية مستقيمة على عكس الحواف اللي كانت موجودة في سابقاتها من نفس النسخ. يعني لو ما أحط نفس الآيفون 12 مع الآيفون 11 هنلاحظ الحواف كيف موجودة وتعطي فرق. فرق من ناحية الشاشة نفسها وفرق من ناحية طول الجهاز. الحين خلنا نضبط لكم، شايفين الطول؟ نلاحظ انه انا بستخدم ايفون 12، نلاحظ ان الطول نفس الايفون 11 اكثر من الايفون 12، ولكن لما نتكلم على الشاشه فالايفون 12 الشاشه حقتها واضح انها اجمل واكبر. نتكلم على شاشه ال 6.1 انش. 6.1 انش على شاشه زي دي تعتبر شيء جدا كويس، وبجيكم بتكلم على الشاشه باذن الله. ولكن اللي بسويه في هذا الفيديو انه من كل النواحي، تصميم، شاشة، الكفاءات الأخرى، بعطيكم تفاصيل عنها وبتكلم عن الـ 12 ثم بعطيكم عن الـ 12 برو علشان تعرفوا الزيادات اللي بتحصلوا عليها مع الجهاز وتقدروا تاخذوا القرار. الحين أول شيء أكيد الجهاز ذا له 5 ألوان، وبتشوفوا الخمس ألوان على يوم الجمعة السبت إن شاء الله عندي في القناة، ودائما تابعوني ولا تنسوا من اللايك والأشياء دي كلها وتشوفوا المحتوى أول بأول بإذن الله. الأمر الثاني اللي بقوله إنه مع نسخة الآيفون 12 5 ألوان والحواف مطفية. لاحظوا لون الحواف، الحواف يجي اللون حقها مطفي، وحتى المادة حقتها هي الألمنيوم المجال الجوي على اسم أبل. نفس التصميم هو مبدأ تصميم الآيفون، نقدر نقول اس اي بنسخة الأولى الجيل الأول، وأيضا نتكلم على الآيفون 5 والخمسة نفسه، بحيث أنه هنا في الشاشة طالعة شوي، أما هنا ابدا الشاشه فلاش مع نفس البادي، مستقيمه متوازي مع نفس البادي. فبالتالي لما احط الجوال كذا نعرف انه هالشاشه على طول على السيرفس جايه بشكل كامل. امر ثاني مهم لازم اوضحه انه الابعاد اقصر بنسبه 15% من نفس الايفون 11، الابعاد اقصر ب 15%. ملاحظين الدائره دي كانت تعطي زياده في الابعاد. ايضا الامر الثاني الكاميرات، بجيكم على الفرق حقها، ولكن التصميم هو نفس التصميم تقريبا بشكل كبير. والامر الثاني انه في مقاومه الماء والغبار بمعيار الاي بي 68، وبرضه نتكلم على زجاج خلفي مقوى ودرع محطوط على نفس الشاشه الاماميه بحيث ان اموركم طيبه من ناحيه الحمايه. ايضا لو تكلمنا اضافه العدسه حتكون على الايفون 12. الاثنين هذول نفس الجسم تماما، وللتأكيد الاكسسوار عند أبل الاكسسوارات الرسمية نفسها تنطبق على الجهاز. هنا أقدر أقول تقدروا تشوفوا هذا الفيديو للآيفون 12، في واحد ثاني بيكون للآيفون 12 برو. الحين خليني أكمل وأقول الإضافات اللي تيجي مع الآيفون هذا الآيفون 12 برو. عندكم من ناحية التصميم الحواف حتكون ستينلس ستيل، فخليني أوريكم حاجة. يعني هذه الحواف، لاحظين كيف الحواف لما امسكها اذا كنت حاط مثلا يديني كذا كانت شوي اويلي ولا حاجه، شوفوا كيف تصير الحواف. التطبيع حيمسك عليها ولمعتها موجوده وواضحه، فاللمعه حقتها رايقه مره. وايضا اللون اللي موجود عندنا هنا لون ازرق، فهو اصلا الايفون ده يجي باسود فضي ذهبي او ازرق، وكل واحد حوافه بتكون لها لمعه عاليه جدا. الامر الثاني اللي لازم اتكلم عليه مع نفس الايفون، خلينا نتكلم لكم على الشاشه. هذه الشاشة اللي موجودة، حبدأ بالآيفون 12 وأقول إنها شاشة الأوليد، وأخيراً النسخة اللي قبل كانت شاشة LCD الآيفون اللي موجود الآيفون 11. فشاشة الأوليد اللي موجودة هنا اسمها سوبر ريتنيا XDR، الدقة حقتها 2532 في 1170، كثافة البكسلات نفسها 460 بكسل الإنش. وبعدين بقول لكم عن النتس. أول شيء أشرح وش النتس. النتس هي قوة السطوع. أنت يوم تقعد تحت الشمس فأكيد الشاشة هترفع سطوعها للآخر عشان تقدر تشوفها. السطوع المعتاد هنا ونقدر نقول النموذجي 625 واقصى السطوع 1200، فتطور مره كويس. الفرق ما بين الشاشه دي والشاشه دي حيكون فقط في السطوع، فعندنا السطوع النموذجي هنا بيكون 800، اما كل الشاشتين نفسها بالضبط على الايفون 12 والايفون 12 برو بفرق السطوع اللي قلته، فكثافتهم نفس الشيء والدقه نفس الشيء والابعاد كل حاجه نفس الشيء، كلهم يدعموا الدولبي فيجن ويدعموا تقنيه الاتش دي ار 10، وايضا فيهم نمط الترو تون على نفس الشاشه. خليني اشغل نفس الجهاز هذا ايضا، وخليني الحين اتكلم اقول لكم عن شيء برضه موجود ما بين الجهازين. اجيب لكم اياهم كذا عشان تشوفوهم. خليني بجيب لكم البرو هذا هنا.
واقول لكم من المعالج. المعالج اللي موجود هنا هو معالج الـ A14 بايونيك اللي موجود على هالأجهزة معمارية الـ 5 نانومتر، وايضا المعالج حسب كلام أبل 50% اسرع، نتكلم على قوه رسوميات 50% اسرع، وبرضه عندكم الماشين ليرنينج افضل. وما ننسى ان الأجهزة دي تدعم ايش، نوريكم انا اي شريحة ولا بشوف اللي فيه شريحة. شفت الشريحة، ولكن كلهم يدعموا الـ 5G. قدرات الـ 5G اللي موجودة هنا اختبرتها واختبرتها أكثر من مرة، ونتكلم على سرعات، يعني شوف سرعة التحميل كم كانت وسرعة الرفع كم كانت، يعني شيء مرة قوي نتكلم عليه. والتجارب كثيرة، قائمة التجارب موجودة، خلها تطلع النتائج اللي موجودة عندي. خلنا نروح النتائج، شوف التجارب اللي موجودة هذه كلها موجودة على نفس الجوال بالـ 5G. الجيل الخامس بيعطيكم أبلود أحسن وداونلود احسن، ولكن على حسب تغطيه ال 5G، وايضا على حسب احتياجكم لل 5G. يمكن عندكم التقنيه الاساسيه اللي هي ال 4G امورها طيبه، قولوا لي في التعليقات. ايضا لما نتكلم على ال 5G، في تقنيه حطتها ابل تمكن انه الجوال يصير يعطيكم شبكه ال 5G اذا تحتاجوها، ويفصل عن ال 5G اذا ما منها فائده بوجودكم معها، فبالتالي يقدر يحافظ على البطاريه وايضا يكون اوبتمايز الاستخدام. اجي الى شيء جدا اساسي، الكاميرات. كاميرتين اللي موجودة في كل واحد من هذه الأجهزة، هنا كاميرتين، هنا كاميرتين، وإضافة واحدة ثالثة لهم اللي هي تكلم على كاميرا التليفوتو هي الإضافية. ولكن الكاميرات الأساسية اللي هم نفس بعض في الجوالين تقريبا، بعطيكم الفروقات، 12 ميجا بيكسل، وأيضا فتحة 1.6 للعدسة الأساسية العريضة تسحب إضاءة أكثر من السابق ب 27%. العدسة العريضة جدا الثانية 12 ميجا بيكسل، ومجالها 120 درجة زاوية الرؤية حقتها. برضو عندكم تقريب على نفس الايفون 12 حقيقي لمرتين، وتقنيات كثيرة مدعومة في نفس هذه الكاميرا. وما ننسى انه كاميرا الايفون 12 برو عندكم واحدة اضافية، هذه التليفوتو، هذه حقة التقريب. خلنا نوريكم ما بين الجهازين هذا. اوكي، شوف ابغى اجيب لكم الكاميرا هنا. حلو، لاحظين الاوامر اللي طالعة تحت؟ فهنا يبين لنا انه عندكم العريضة جدا، هذه هنا العريضة جدا، خلنا نرجع لها أساس أنه تعرف جوالين عريضة جدا، هذه هي. تمام، هذه كاميرات العريضة جدا نص بنص. طيب هنا كاميرا التقريب اللي موجودة هنا ما في تقريب، ما يقدر يسوي زوم إن، نفس الجوال ما يقدر يسوي زوم إن، فنعرف أنه كاميرا البورتري هو حق الزوم إن إلى مرتين يسوي التقريب، واضح؟ فكذا نرجع لواحد واحد. فإذا أنتم أنتم بحاجة هذا التقريب، تعرف أنه كاميرا أو العدسة الإضافية دي ما هتضيف لكم كثير مع الصور. معالجة الصور أفضل أكيد مع أبل، وفي إمكانيات جدا كويسة، ولكن الحاجة اللي أقدر أقولها باختلافات البرو غير الكاميرا حقة التليفوتو اللي موجودة، التقريب الحقيقي اللي مدة لقدرة 4 مرات، وأيضا حساس اللايدار اللي بيفيدكم مع مجموعة من الاستخدامات. أما الاستخدامات هذه في الواقع المعزز الواقع الافتراضي، وأيضا نتكلم على إمكانيات في بعض التطبيقات. أجي إلى شيء كثير شفتوه وشفتوه من البداية مع الغلاف هذا الشفاف، في تقنية حطتها أبل اسمها ماكسيف. ماكسيف هذه تقنية جتهم زمان، طلعوها في الماك بوك 2006، النسخة الثانية من ماكسيف كانت 2012. فالحين طور أسلوب مشابه للماكسيف بمغناطيس يكون بأسلوب محدد، هذا المغناطيس موجود داخلي في الأجهزة، ولو جبت الجهازين وقربتهم على بعض حيكون في ارتداد بسيط. هلاحظ أنه في مغناطيس شيء قاعد يرد لي. اكسسوارات بالذات الشواحن اللاسلكية لما تيجي بتركب بطريقة واحدة، يعني بتركب في أمان واحد، تنحط كذا، ما حد يقدر تحطها كذا ولا كذا، لأنها هذه قاعدة تسحبها عشان تركب بطريقة صحيحة. أيضا الماك سيف الشحن اللاسلكي حقه 15 واط، لما نتكلم على الشاحن اللاسلكي. أغلفة شفافة زي دي ما فيها برمجة NFC، رغم أن NFC مدعوم بالماك سيف. فلما أجيب كفر جلد وبجيبه إن شاء الله، فأشتركوا بوريكم كامل الأكسسوارات من المحفظة مع المحفظة والأشياء دي كلها، تابعوني بإذن الله وتكون موجودة خلال أسبوع. الماك سيف لما تصير تركب كفر جلدي أحمر، المفروض أركبه وعذراً لازم أركبه بالطريقة الصحيحة من فوق كذا، بعدين من تحت. لما أركبه بالطريقة الصحيحة يعطيني تنبيه، شايفين التنبيه اللي طلع؟ هذا التنبيه حيصير تنبيه أفضل، يبين لي لون الكفر وأشياء أخرى. أيضاً أنا حاط الحين كفر، أقدر فوقه أحط المحفظة مثلاً، أو فوقه أحط الشاحن اللاسلكي. إذا حاط المحفظة ما أقدر أحط فوقه شاحن لاسلكي، ولكن إذا حاط ذا فوقه شاحن لاسلكي. والأمر الثاني لازم أوضحه، شوف المغناطيس، هذا المغناطيس اللي موجود جوا، فعندكم 3 خطوط هنا ودائرة فتحتها من الجهة هذه، فتحتها من جهة الكاميرا. نفس الغطاء برضو يجي فيه مغناطيس، هذا الغطاء دائرة، الفتحة من هنا موجودة وهنا 3، ف
دائرتين، انتم ملاحظين كلهم اصلا دائرتين دائرتين دائرتين. اكد لكم على ايفون 12 نفس الفتحه موجوده من الجهه اللي هنا. فنعم هذه هي تقنيه الماك سيف من ناحيه التوافق. الحين ابل حتعطي ترخيص للشركات انه نقدر نطلع اكسسوارات بهذا الامر. الالوان جايه، الاكسسوارات جايه، وايضا لا ننسى انه في اخ اكبر واخ اصغر في الايفون 12 ميني والايفون 12 برو ماكس. هذول ان شاء الله نص نوفمبر تكون المراجعة حقتهم موجودة، كل انهم ينزلوا في الاسواق وقتها. طلب المسبق عليهم بيفتح في 6 نوفمبر 13 نوفمبر الفيديوهات ان شاء الله، اذا مو قبل نشوف. الله يسر يا رب العالمين. وفي اشياء كثيرة لسه نعرفها بالتجربة والاختبارات اللي قاعد استمر فيها مع هالاجهزة. اشوفكم على خير باذن واحد.